اهلا بكم مشاهدينا، وارحب بضيفي دكتور سمير جعجع رئيس القوات اللبنانيه. نحن اليوم في بيروت في معراب. دكتور، نحن عندنا صفحه على الفيسبوك، ومنذ اللحظه الاولى التي اعلنا انه انت رح تكون ضيفنا في بعض المرحبين، ولكن هم للاسف يعني كانوا قلائل، للاسف لألك يعني انا بدي احمل لك الخبر. في صور اليوم ثابته في ذهنيه الكثيرين عن سمير جعجع. رح انقل لك بعض الاسئله وانت بتجاوبني لو سمحت. في عنا كنان حبيب من سوريا يقول: الا تعتقد ان لبنان بدون حزب الله سيقع في فخ احتلال اسرائيلي جديد؟ اقول للسيد كنان، قبل وجود حزب الله هل كان لبنان في فخ في احتلال اسرائيلي جديد؟ اكيد كلا. يعني لبنان كيان مستقل قائم بحد ذاته، عضو ثابت في جامعة الدول العربية وفي الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عنده جيش وعنده مؤسسات وعنده شعب. يعني حزب الله مثل وجوده مثل عدمه اليوم؟ أنا برأيي أكثر من هيك، وجود حزب الله يعرض لبنان أكثر بكثير مما يؤدي إلى حمايته. ما يؤدي إلى حماية لبنان هو كيانه السياسي الدبلوماسي ووجود الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية. بس هو عامل حاجز ردع، عامل توازن رعب. أنا لست من هذه النظرة، هذا غير صحيح. أنه يحاولون المسؤولين في حزب الله إظهار الأمر بهذا الشكل، ولكن لا أعتقد أن هناك توازن. إذا أردنا أن نتكلم بالتوازن العسكري الفعلي، هذا ليس صحيح. يعني نحن من قبيل المعنويات ومن قبيل نقول نعم وكذا، هذا ليس صحيحا. ما يدافع عن لبنان هو وحدة شعبه، هو وجود دولته وجيشه. طيب دكتور، علاقتك بإسرائيل؟ نعم. أنت بالنسبة لكثيرين رجل متعامل مع إسرائيل. نعم. رجل إسرائيل في لبنان في لحظة من اللحظات. طبيعة العلاقة اليوم مع إسرائيل؟ هذا كله غلط. اللي صار أنه بأيام الحرب اللبنانية كان كل فريق من الفرقاء اللبنانيين المسلحين يتناول أسلحته وذخيرته وتقنياته العسكرية من مكان. في البعض أخذها من روسيا، في البعض أخذها من هون، في البعض أخذها من هون. للأسف، وبقول لك للأسف صراحة، بأوائل أيام الحرب فريقنا أخذ أسلحة وذخائر وتقنيات عسكرية من إسرائيل للضرورة القصوى. تعرف الضرورات الكيانية الكبرى تبيح المحظورات في بعض الأوقات. بقول لك وللأسف بعد استلام لقيادة القوات اللبنانية في سنة 86 بدأت أقيم علاقات مع الأطراف العربية، بدأت مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم انتقلت إلى العراق، مصر، الجزائر، إلى آخره. وقبل نهاية الحرب كنت قد أنهيت العلاقة مع إسرائيل. وبالرغم من كل هذا يتهمون الآخرون، خصوصا النظام السوري وحزب الله، بالعمالة لإسرائيل، بالعمالة لإسرائيل. الوحيدين الذين كان ممكن أن ينطبق عليهم هذا الوصف هم الذين كانوا حلفاء فيما بعد للنظام السوري ولحزب الله. إسرائيل اليوم بالنسبة لك عدو؟ طبعا طبعا طبعا. أنا مواطن لبناني صالح عند اللزوم طبعا، ولكن بخلاف نظرة حزب الله الإيديولوجية، أي طرف إن كان عدو ولا شقيق يحاول الاعتداء على أي لبناني أو على أي أرض لبنانية أو أي حدود، هو أيضا سيكون يجب أن يحارب. طبعا إذا حاولت إسرائيل القيام بأي اعتداء على لبنان نحن في الطليعة. بس أنت بتتقبل وجودها بالمنطقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تاريخيا؟ هذا بحث آخر، يعني هذا بحث إيديولوجي. هنا موقفنا تحدده تماما يحدد الإجماع العربي كما ورد في المشروع العربي للسلام في القمة العربية التي انعقدت في بيروت في العام 2002 مثلا. هذا موقف إيديولوجي، هذا بحث آخر مختلف تماما. لا أحد منا يستطيع إكراه الآخر على موقف إيديولوجي معين. هناك مشروع عربي للسلام وافق عليه بالدرجة الأولى كل الدول العربية والفلسطينيون بالذات. طيب صبرا وشتيلة، علاقتك بصبرا وشتيلة؟ ولا شيء، ولا أي شيء. لست أنت وراء مجزرة صبرا وشتيلة؟ ولا أي شيء، لا من قريب ولا من بعيد. إليش بيئة اللي قام بها؟ أنا لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، خصوصا بالنسبة لأشخاص الآن أصبحوا في ذمة الله، ولكن أحيل كل المتسائلين عن صبرا وشتيلة. ما بدا شيء، تشكلت وقتها لجنة تحقيق إسرائيلية اسمها كهنة. لجنة كهنة قال فليذهبوا، هناك تحقيق يعني 200-300 صفحة وفي كل التفاصيل وعلى أثرها أدت إلى استقالة إلا إقالة وزير الدفاع آنذاك أرييل شارون. وهناك عدة تحقيقات دولية. صبرا وشتيلة بدون معرفتك دكتور؟ أنا كنت مسؤول عن جبهة الشمال، صبرا وشتيلة في بيروت هنا، يعني بعيد 100 كيلومتر عن مكانة.
هون الوقائع موجود، الوقائع كلها في تقرير لجنة كهنة وفي تقارير دولية أخرى. أنا أطلب بهذه المناسبة من كل أحد عنده أي شك بهذا الأمر أن يعود لكل التحقيقات الموجودة. هن اتهموا إليح بيئة هذه التقارير صح؟ على الأكيد. خلينا نفيد المشاهدين. على الأكيد على الأكيد أنا لا علاقة لي ولا علاقة للقوات اللبنانية كمؤسسة كمؤسسة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع صبر وشتيلة. وأكبر دليل على ذلك أول علاقة عربية أقمناها كانت مع منظمة التحرير الفلسطينية. طيب أنت مع مقاومة المسلحة الفلسطينية ضد إسرائيل؟ أنا مع ما يختاروا الفلسطينيين لأنفسهم، ما بقدر زيد عليهم، ما بقدر زين ظروفهم، ما بقدر أدر محلهم، هذه كلها طروحات نظرية. إذا اختار الفلسطينيون مقاومة مسلحة. عم تتهرب من الإجابة دكتور؟ لا مش عم أتهرب أبدا. يعني اليوم أنت عندك رأي بسوريا، عندك رأي بمصر، طبعًا. عندك رأي بفلسطين. طبعا أنا رأيي بسوريا هو ما اختاره السوريين لأنفسهم. إيه بس أنا مسألك فلسطين هلا. لفلسطين ما يختاروا الفلسطينيون، إذا اليوم رئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية وأكثرية الفلسطينيين اختاروا النضال المسلح أكون معهم وراءهم. بدون أي لبس ولا إبهام، ولكن لا أستطيع أن أنت بتعرف أنه ما راح يختاروا يعني بعد اتفاق أصله، هذا أنا عم بحكي لأنه في فصائل أخرى. فإذا اختاروا فإذا اختاروا ما اختاروه. طيب اسمح لي لك، رامي من سوريا عم بيسألك هل وقوفك مع الثورة السورية لأنها ثورة شعب مظلوم ينادي بالحرية أم بسبب عدائك للنظام السوري؟ طيب ولماذا لك موقفي من الثورة في مصر في ليبيا وفي تونس؟ وهل كان هناك عدائية بين النظام في مصر أو على العكس؟ وتونس وليبيا لا، بسبب طبيعة الثورة القائمة في سوريا. لا نستطيع، أنا لا أستطيع أن أكون ديمقراطيا في بيروت وديكتاتوريا في الشام. طيب زكريا بازرتو من سوريا، هل توافق على إلغاء الطائفية السياسية في لبنان؟ كلا، لأنه بالأجواء الموجودة في الوقت الحاضر في لبنان والمنطقة هذا أسوأ توقيت لمحاولة الخلاص مش من طائفية سياسية، من طائفية. نحن يجب أن نتخلص من الطائفية. لا هو الطائفية السياسية، هو أنا أصحح له. أيه. التخلص من طائفية سياسية يقتضي أولا التخلص من طائفية، لأنه لا طائفية سياسية بدون طائفية على الأرض. ما بتركي الطائفية على الأرض مش تقول بتخلص من طائفية سياسية. الطائفية السياسية هي الحل للطائفية الموجودة على الأرض. بس هذا جزء من اتفاق الطائف اللي أنت عم تقول لابد من تنفيذه. أنا أريد طبعا 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 عم بقول لك أنه هذا أسوأ وقت. بس هون أريد أن أسأل سؤال، النظام في سوريا ألم يكن كل وقت يقول أنه علماني وعلماني ولا محاصصة طائفية ولا 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 ولا، ولكن ما هو الواقع على الأرض؟ لا يجب أن 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 نحاول تغطية القبوات. هل أنت مع اتفاق طائف في سوريا من تجربتك؟ المشكلة في الوقت الحاضر في مكان آخر، هي مشكلة بالحقيقة حريات أساسية وحقوق أساسية. لا أدري بعد زوال النظام إذا كان سينشأ خلاف على غرار الخلاف اللبناني الذي كان ناشئا، ساعتها فيني أحكم إذا كان يستوجب اتفاق طائف أم لا. بس أعتقد أن السوريون مع زوال النظام يمكن أن 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 ممكن أن يعني يكتفوا بنظام ديمقراطي عادي. إذا لم تصطلح الأمور بهذا الشكل يستطيعون الذهاب إلى طائف ما، لكن هذا متروك للأحداث. طيب مصطفى سيفو أيضا من سوريا، ما موقفك فيما لو بقي نظام الأسد إثر تسوية سياسية دولية؟ لن يبقى، افتراضي مش هذا رأيه، أنا رأيي لن يبقى. بس أنت ما كتير بعيد، كنت عم بتقول أنه في يعني في تراخي بأنه يبقى في تراخي لإلحاق مزيد من الخسائر والدمار في سوريا. يعني في البعض هو ما عم بيقول يمكن يبقى بس ما يبقى قوي، يعني يبقى بشكل من الأشكال إلى حد معين، ولكن ليس أنه إلى فترة طويلة. أنه إيه هناك تراخي لترك نظام الأسد يلحق أضرار أكبر وأكبر بعد بسوريا، بس مش إلى حد إبقاء النظام. طيب ديشا سليمان من مصر، ما مصير العلاقات مع مصر بعد تولي الإخوان الحكم؟ استمرت كما كانت قبله، لأنه أصلا علاقتنا مع مصر كانت مع المؤسسات الرسمية المصرية ليس مع طرف أو مع آخر. كانت علاقتنا مع وزارة الخارجية كوزارة خارجية واستمرت. وأنا أشكر وزير الخارجية المصري في زيارته الأخيرة إلى لبنان، خصني بزيارة وتحدثنا مطولا بشأن الأوضاع في المنطقة وفي لبنان. فإذا كانت مع المؤسسات واستمرت مع المؤسسات. كأنه صارت أقوى، يعني اليوم في صحفي مصري عم بيقول يشكرك لأنك مثال المسيحي المسلم. هذا النائب في مجلس الأمة المصري. طبعا أكل بعض الانتقادات والهجوم من الصحفيين. لأن هناك بعض هيك بعض
مثل الأسماك المتحجرة اللي بقيت من العصور الجيولوجية الأولى في جبال لبنان، بقي بعض الأسماك متحجرة من العصور الغابرة ومن دعاية النظام السوري وحزب الله في مصر، ولكن هذا لا يفسد في الود قضية. بقى طبعا يعني لكن ليست أقوى من الأول، هي كما كانت في الأول مع المؤسسة الرسمية. دكتور غياس من سوريا، هل هناك مبرر لخوف الأقليات في سوريا من سقوط الأسد؟ وطبعا الحديث بس باختصار أنه عن أنه يجي نظام أكثر تشددا إسلاميا. يعني أنا ما برأيي في نظام أكثر تشددا من هذا النظام، ولكن إذا كان هناك خوف أو غير خوف يعود لطريقة تصرف هذه الأقليات. يعني إذا كانت هذه الأقليات حتى الساعة مع النظام سيلحق بها أذى، أعتقد إذا كانت لا تشارك في الأحداث. شو بدي يعني الاثنين أقوى مني، خليني أقعد على جنب. أنا لست مع هذه النظرة للأمور، أنه المراهنة خطيرة دكتور بيقولوا. الذي لا يراهن لا يكون له مكان على الطاولة يا سيدة. شكرا. بعد فاصل لو سمحتم. كمال وليد جنبلاط. هون السؤال أصعب بكتير. أه